pharmacokinetics process. بلشنا في أول شيء حكينا في absorption، أول عملية من عمليات ال pharmacokinetics. تاني عملية حكينا اللي هي distribution. distribution رح نعرف أول شيء شو تعريف distribution، رح نعرف ال ABT شو هي هاي equation، شو بتفيدنا بالنسبة لل distribution. رح نعرف ال factors affecting during distribution، شو هي العوامل اللي بتأثر على distribution و mechanisms of drug transfer or membranes، شو هي أو كيف بتتم عملية transfer للدرج للخلايا. تمام، drug distribution تعريفها passage of the drug from the blood to different tissues لوصولها site of action. تمام، احنا حكينا absorption بيتم امتصاص الدواء من المكان اللي بصير في administration للدرج وارتباطه بلازما بروتين بالدم ليتم نقله للخلايا. هلا احنا وصلنا لمرحلة نقل الخلايا، كيف بدي انتقل الدرج من البلد للتشيوز. هنا الطريقة عملية الديستريبيوشن رح نعرف هلا كيف وشو بيأثر عليها، بس هون رح نحكي عن كمية توزيع الفلويد بالجسم الإنسان. مثلا شخص وزن 70 كيلوغرام، مان 60% من جسمه من وزنه تعتبر water fluid H2O، يعني تقريبا 42 لتر. كيف تتوزع هاي بالجسم؟ تتوزع 2.8 لتر fluid بتكون بالبلازما، بلازما الدم يعني تقريبا 3 لتر. extracellular fluid بتكون تقريبا 10.5 لتر، والانتراسيلولار فلويد بتكون 28.7 لتر. هلا هون نتذكر شو حكينا بالنسبة للمرور مرور المواد من السل من بين للخلية، انه لما تكون مادة ليبيد وتكون انايونايت وتكون فري فورم هي اللي بتمرق بشكل اسرع واسهل. هون رح نحكي عن الفوليوم ديستريبيوشن. هاي المادة الإكويجين تحسب لنا أو يعني منقدر من خلالها نعرف given drug distribution in different body compartment كيف توزع الفوليوم، الفوليوم التوزيع للدرج من البلد للتشوز. كيف نحسبها؟ كيف هذا القانون؟ هذا القانون بيكون معطينا الدوز، ممكن تكون ميليغرام، بليغرام، مايكروغرام. هون مهم كتير انتباه للوحدات. بيعطينا تركيز للدرج بالبلد لما يكون الوقت زيرو. هاي معناها concentration of a drug in blood at time zero. بمجرد ما أعطانا هاي النسبة وأعطانا الدوز اللي أعطيناها من الدرج بسهولة بنقدر نحسب الـ volume distribution. هلا شو اللي بيأثر على الـ volume distribution، شو اللي بيزيده، شو اللي بينقصه، شو هاي الـ factors. أهم شيء مثل ما حكينا بهاي المحاضرة أول شيء إنه الليبيد soluble drugs بتكون دخولها للتشوز والسيل ممبرين أسهل وأسرع، بالتالي هاي soluble drug بتكون highly volume distribution. مثال عليها دايجوكسين. دايجوكسين هذا اللي بيستخدم للكاردياك كاردياك اكتيف have a very high volume distribution 500 لتر. تاني عامل اللي بيأثر حكينا اذا كانت ليبيد بيكون هايلي، اذا كانت ليبيد سوليوبل ليبيد انسوليوبل يعني ووتر سوليوبل، شو رح يكون الفوليوم ديستريبيوشن؟ رح يكون لو. مثال عليها نيوروماسكولار بلوكرز بتضل بالبلد لفترة اطول وما بصير لها ديستريبيوشن للتشوز بسهولة مثل الليبيد سوليوبل. معناته حكينا تو فاكتورز بتأثر على الفوليوم ديستريبيوشن اللي هي ليبيد سوليوبل والليبيد انسوليوبل. الانسوليوبل اللي هي تكون ووتر سوليوبل. تمام،
Very high volume distribution indicates extensive tissue binding. يعني بسهولة كل ما كان volume distribution أكثر كل ما كان وصول الدرج للتيشوز أسرع وأعلى. تمام. هون رح نحكي عن الفاكتورز affecting drug distribution من ناحية تانية. حكينا أول إشي عن طبيعة الدرج اللي بأثر على volume distribution. هون للvolume هون رح نحكي عن الدرج distribution بشكل عام اللي بيأثر عليه بالجسم compartmental selectivity اللي هي البلازما والintracellular fluid والextracellular fluid. ورح نحكي هون برضو تاني فاكتور اللي هي protein binding. protein binding تعتبر major factor affecting drug distribution. ليش؟ احنا حكينا انه الدرج بنتقل بوصل للخلايا عن طريق ارتباطه بالبروتين بلازما بالدم protein binding. بالتالي دخوله للخلايا وهو مربوط بالبروتين binding بيكون صعب. حكينا لازم يكون على شكل free form عشان يدخل الخلايا. بالتالي هي العامل الرئيسي اللي بتحكم وبيأثر بالدرج distribution. ثالث فاكتور اللي هو natural barriers. natural barriers عنا هون مثال عليها blood. مثال عليها blood brain barriers اللي هو بيحمي central nervous system من materials toxic أو من أي drug بمنحها إنها توصل للبرين. وعندنا البلاسينتا هاي ناتشورال طبيعية موجودة بجسم الإنسان. يعني البلاسينتا اللي هي بتكون المشيمة اللي بتحوط الجنين خلال الحمل تمنع وصول الأدوية الضارة للجنين. عشان هيك إحنا لما تكون المرأة حامل وبتحتاج لعلاج بتحتاج لأدوية بيعطوها الأدوية اللي ما بتقدر توصل إنه تخترق البلاسينتا وتوصل للجنين. بالنسبة للمامري جلاند، مامري جلاند لاكتينج هي اللي بتعمل لاكتينج للحليب الأم المرضعة. برضو بتعتبر من الفاكتورز اللي بتحدد من الديستريبيوشن للدرجز. بالتالي هدول يعتبروا ناتشورال باريرز زي حماية إنه من التوكسيك ماتيريال إنها توصل لبعض أعضاء الجسم أو للجنين أو لهون للبيبي من خلال الرضاعة. تمام. ميكانيزم أوف دراج ترانسفير أكوير من بين. هلا حكينا رح يدخل للخلايا وحكينا اللي بد سوليوبل بيدخل أسرع من الووتر سوليوبل. هلا رح نحكي كيف بيدخل. في عنا خمس ميكانيزم خمس فيز ميكانيزم اللي هي سيمبل ديفيوجن وباسيف ديفيوجن فاسيليتد ديفيوجن اكتيف ترانسبورت واندوسايتوسيس. تمام. كروس ممبرين اللي هي سيمبل ديفيوجن. السيمبل ديفيوجن اللي هي الانتشار البسيط بتصير بدون ما تحتاج اي انرجي او اي كارير وتكون المواد تنتقل من هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن. وغالبا الدرجز اللي بتكون with low molecular weight مفروض انها تكون lipid soluble وتكون تنتقل drive forcing according concentration gradient تنتقل من التركيز العالي للتركيز القليل. الباسيف ديفيوجن هي الميجر ميكانيزم. ليه نعتبرها ميجر ميكانيزم؟ لأنه معظم الأدوية بيصير لها transfer cross membrane اللي تدخل داخل الخلايا عن طريق الباسيف ديفيوجن. شو هي الباسيف ديفيوجن؟ الباسيف ديفيوجن هي عبور الدواء خلال الخلايا عن طريق الليبيد بايلير اللي هي الممبرين للخلايا. تمام. هاي الديفيوجن ما بتحتاج اي انرجي ما بتحتاج كارير وبتنتقل برضو من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن. بس الشرط الرئيسي بهاي العملية انها تكون لدرجز او السبستنس ليبيد سوليبل عشان تقدر تمر من الليبيد بايلير اللي بتكون الممبرين للسيل.
الثالث ميكانيزم الفاسيليتد ديفيوجن. فاسيليتد ديفيوجن هي بتحتاج كارير، بتحتاج ناقل بس ما بتحتاج اي طاقة، وبتنتقل برضو من التركيز العالي للتركيز القليل. هيك بتكون اول ثلاث عمليات عندنا بتنتقل من التركيز هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن، والوحيدة اللي بتحتاج كارير هي الفاسيليتد، ما بيحتاجوا اي انرجي. هلا بالنسبه رابع ميكانيزم اللي هي الاكتيف ترانسبورت، هي بتحتاج انرجي وممكن تحتاج ناقل او لا، وبتنتقل من التركيز القليل للتركيز الهاي، هاي كونسنتريشن التركيز العالي. تمام، من اخر وحده عندنا من الميكانيزم اللي هي الاندوسايتوسيس. الاندوسايتوسيس بتنقسم او بتشمل عمليتين. العمليه الاولى بتكون للسوليد ماتيريال، سوليد دراجز، اللي هي الفاجوسايتوسيس البلعمه، والباينوسايتوسيس بالفلويد ماتيريال. تمام، هلا هيك بنكون خلصنا ثاني ميكانيزم، ثاني بروسيس سوري، من عمليات الفارماكوكاينتكس. خلصنا الابزوربشن، خلصنا الديستريبيوشن، وصلنا للميتابوليزم. الميتابوليزم شو المقصود في الميتابوليزم، شو بصير فيها وشو بيأثر عليها؟ هلا رح نعرف. اول شيء تعريف الميتابوليزم هي change chemical structure of the drug، تغيير احداث تغيير كيميائي في الدرج، او اضافة هيدروفيليك جروب لليبوفيليك دراجز لحد ما تصير ايونيك وقادرة انها تمر من الكدني بسهولة عشان تخلص منها خارج الجسم. يعني بعد ما الدواء دخل الجسم واحدث وصار له ابزوربشن، صار له ديستريبيوشن الخلايا، بعد هيك عن طريق الفارماكو داينامكس صار ارتبط بريسبتورز مثل ما حكينا بالرسمة هديك اذا بتتذكروا، واحدث الديزياد افكت، وبعض الخلايا اخرجت برضو سايز افكت، توكسيسيتي ماتيريال، توكسيسيتي افكت. هلا المفروض الجسم يتخلص منه، بالتالي الميتابوليزم بتحول الدرج لا مواد قادره انها تمر او يقدر الجسم يتخلص منها بطريقه فعاله. هلا هون it has nothing to do with the benefit or harm of the drug. يعني الميتابوليزم هي بتتعامل مع المواد بغض النظر هي كانت benefit or harm، بس المهم انها تعملها ميتابوليزم لتتخلص منها خارج الجسم بغض النظر شو كان الافكت تبعها. تمام، هلا هون عندنا two pathway اللي بتتبع اللي بتصير فيهم عملية الميتابوليزم. pathway الاولى اللي هي oxygenation reduction reaction تبع التبعات تأكس الاختزال، وهي هاي الميجر. يعني احنا اهم اذا حد سألك شو هي الميجر او شو هي اهم عملية بالميتابوليزم، رح نحكي اكسيدينيشن ريدكشن. ممكن كمان نحكي عنها اللي هي mixed function oxidase system and cytochrome P450 system CYP. تمام، شو بصير بهاي العملية؟ هي العملية كتير معقدة، بس احنا هون مطلوب منا ان نعرف انها بكون في بالكبد الليفر مجموعة. هلا الميجر سايت لعملية الميتابوليزم هو الليفر، بس مش الوحيد. يعني معظم الأدوية 75% تقريبا من الأدوية بصير لها ميتابوليزم عن طريق الليفر، بس مش العضو الوحيد اللي بيعمل ميتابوليزم. هلا بالليفر موجود مجموعة من الإنزيمات كتير، كل إنزيم كل كود بيعمل ميتابوليزم لدرج معين وسبستنس معينة. المطلوب مننا نعرف إنه في مجموعة من الإنزيمات بالكبد بتاخد هاي الماتيريال بتعملها أكسجينيشن، وعن طريق السيتوكروم هذا السيستم موجود فيه الانزيمات بيحول الماده من ليبيد سوليوبل لووتر سوليوبل، يقدر الجسم يتخلص منها عن طريق الكدني بكل سهوله.
بدون ما تضلها بالجسم تعملنا توكسيستي افكت. هلا بعض الادويه ما بتزبط معهم هاي الباثوي الاولى، بيلجا لانه يروح للباثوي الثانيه اللي هي اسمها كونجيجيشن رياكشن. شو يعني كونجيجيشن رياكشن؟ اللي هي تفاعلات رياكشن اقتران. الماده هاي بدها تصير باي طريقه ووتر سوليوبل، يعني راح تتبع كل الطرق لتصير ووتر سوليوبل. اتبعت الطريقه الاولى وما كانت نافعه معها وعلى الفاضي، راح تروح للباثوي الثاني اللي هي تقترن بجروبس مثل اسيتايل، اي جروبس بتمكنها انها تقدر تطلع من الجسم عن طريق الكدني بطريقه فعاله. يعني ها هون الباثوي الثانيه اللي هي تفاعلات الاقتران بيرتبط بتصير مثل ميشن او الاسيتيل، بتصير اسيتيليشن بترتبط بالاسيتيل او المثل، بتقدر انها تطلع من الكدني. هاي الرسمة بتحكي لنا انه الدواء ممكن يكون inactive form لما ناخده بالجسم، بالجسم بصير active drug. تمام، active drug واحدث زيادة effect، بعد هيك بيصير له metabolism. الميتابوليزم ممكن انه ممكن يتخلص منه عن طريق الكدني دايركت، يعني اذا تخلص منه عن طريق الكدني دايركت فهي رح تكون اصلا هو اكتيف دراج، رح يكون ووتر سوليوبل، بالتالي ما بيحتاج لاي باثوي من هدول لا 1 ولا 2 عشان يتحول ويقدر يطلع من الكدني. ممكن انه يحتاج الباثوي الاولى اللي هي اوكسجينيشن ريدكشن اللي حكيناها، اللي هو السيتوكروم سيستم، الانزيمات انها تحوله، وممكن ويتخلص من عطريق الكدني. ممكن يحتاج اللي هي الباثوي الثاني اللي حكيناها، ممكن يحتاجهم التنتين مع بعض ليتحول، ممكن يحتاج الاولى اول بعدها الكونجيكيشن، ممكن يحتاج الكونجيكيشن اول بعدها يلجأ للباثوي الاولى لحد ما يتحول لووتر سوليوبل ونقدر نتخلص منه عن طريق الكدني. تمام، هلا في عنا مجموعة من الخصائص أو الصفات عشان تكون ميتابولايت ايديال، يعني عشان تكون لازم تكون الميتابولايت بهاي الصفات عشان نحكي إنها فعلا كانت العملية صح، اللي هي ووتر سوليوبل. احنا حكينا عشان يمر لازم يكون ووتر سوليوبل، بالتالي يعني لما تطلع من الجسم رح تكون ووتر سوليوبل. الفارماج لازم تكون inactive، يعني الفورم تبع الدواء رح يصير inactive، صار له inactive. بس هو هذا مش شرط، لانه في ادوية كتير بس يصير لها ميتابوليزم بتصير active، بتكون inactive بتصير active، فيها بتكون active وبتضل active برضه، فهذا مش شرط بس تعتبر من الايديال يعني، وانها تكون مش توكسيك. مع انه بعض المواد برضه بس يصير لها ميتابولايت بتصير ميتابوليزم، عفوا بتصير توكسيك ميتابولايت. ميتابولايت حكينا اللي هي المقصود فيها المواد الكيميائية بعد ما يصير لها ميتابوليزم، يعني هاي نتائج الميتابوليزم. هلا هون نحكي عن السايتس اوف دراج ميتابوليزم، وين بتصير عملية الميتابوليزم؟ حكينا الميجر سايت اللي هو ليفر بس مش الوحيد، ممكن تصير بالانتستين، ممكن تصير باللانج، البرين، الكدني، ممكن تصير برضو بالبلازما. هلا هون factor affecting drug metabolism، شو ممكن شو هي الأشياء اللي بتأثر؟ خمس أشياء، خمس factors ممكن تأثر على الميتابوليزم. أهمها واللي تعتبر major factor هي genetic factor. genetic factor كيف genetic factor ممكن تأثر على الميتابوليزم؟ نحن حكينا إنه الإنزيمز اللي بالكبد هي المسؤولة على إنها تحول الدرج للشكل أو للستركشر اللي بدنا إياه لتقدر تتخلص منه عن طريق الكدني. هي الانزيمات حكينا احنا السيتوكروم P450. هلا ممكن يكون في خلل بهاي الانزيمات جيناتيكلي،
يعني بتختلف من شخص لشخص، يعني ممكن طبيعة جسم شخص معين من الدي ان ايه اللي بتكون اللي بتكون البروتين مصنع منها. البروتين هو نفسه الانزيم هو اصلا البروتين، بتكون يعني مصنع بطريقة فيها اشي خلل، فيها خلل ما بيقدر يحول هاي المادة الكيميائية للصيغة اللي احنا بدنا اياها، او ممكن تكون مش موجودة اساسا هاي الانزيمات. الانزيم مسؤول عن تحويل المادة الكيميائية لبعض الادوية، طبعا مش موجود. فشو رح يصير بهذا الدواء؟ رح يصير يتراكم جوا الجسم وممكن يؤدي للتوكسيسيتي بالجسم، اكيد رح يؤدي اذا انه ما صار له ميتابوليزم واكسكريشن برا الجسم. شو ممكن نعمل عشان ما نوصل لهاي المرحلة؟ ممكن واذا كان يعني خصوصا الشخص مضطر او لازم ياخذ هاي هذا الدواء وهذا النوع من الدواء، بيعطوه كميات اقل، كميات قليلة كتير من هذا الدواء عشان يقدر الجسم يتعامل معها ويتخلص منها. هلا بالنسبة لدرج درج انتر اكشن، لما ناخد مرات بناخد أدوية بتكون مكس من نوعين من الدواء، فممكن النوع الأول يأثر على الثاني بتغيير الميتابوليزم وتصير توكسيك ويعطي سايد إفكت، الأول على الثاني أو الثاني على الأول على حسب. بالتالي برضو بيعطوا الأدوية في هاي الحالة إذا كان مضطر ياخد هدول النوعين مع بعض، بيعطوهم فترات متفاوتة أو ممكن تغيير واحد من الأدوية بحيث إنه ما يأثر على الثاني، بس بيعطي نفس الزيادة إفكت المطلوب. بالنسبة للأيج الشيلدرين عادة الإنزيمز تبعون الكبد ما بتكون بتكون سنات ماتور، بالتالي ما بتعمل الميتابوليزم الصح لبعض الدراجز لتتخلص منها، مثل الباراسيتامول والكلوراميفينيكول. فهدول أكبر مثال على الميتابوليزم للتشيلدرين. يعني نحن بنعطي التشيلدرين الباراسيتامول لأنه آمن أكثر وبيقدر يتخلص منه بدون ما يعطي أي سايد إفكت أو توكسيك إفكت. هلأ بالنسبة للكلوراميفينيكول بيعطي سايد إفكت لما يتاخد توكسيك إفكت، بس الميتابوليزم ما بتعطي توكسيسيتي، بس بالنسبة للأطفال فهي بتعطيهم توكسيسيتي وما بيقدر يتخلص منه. لهيك تشيلدرين بياخذوا الباراسيتامول لانه امن اكثر، هي غالبا بيستخدم لحالات المايد مايد تو مديريت سيمتوم للحراره وهي الاشياء، هو غالبا جي مسكن، يعني مسكن عام باراسيتامول مثل البنادول. جنرال هيلث اوف بيشنت، الاشخاص الاصحاء تختلف الميتابوليزم عندهم مقارنة بالأشخاص المرضى. ليش؟ لأنها بتكون السيركوليشن وبتكون الإنزيمز والإلكترولايت بجسمهم كلياتها نورمال رينج، بالتالي كل عمليات الأيض والميتابوليزم بتصير بالطريقة الصح وما في إشي بيأثر عليها. أما بالنسبة للأشخاص المرضى وطبيعة الأكل، طبيعة الأكل أكيد بتحدد برضه بالنسبة للميتابوليزم، بتخليها نفس الشيء، يعني نفس الأشخاص الأشخاص المرضى والأصحاء بتأثر على صحة الجسم، بتأثر على الميتابوليزم. كل ما كان الشخص هيلثي أكثر كل ما كانت الميتابوليزم بتصير بشكل إفكتيف أكثر. دوز أند فريكونسي أوف أدمينستريشن، الدوز والفريكونسي، إذا أخذ المريض أو الشخص دوز أكبر من الدرج أكيد بدها تصير ميتابوليزم أكثر، تطلع يعني يعطي مادة يعطي إكسكريشن أكثر أكبر. بس غالبا كل ما زادت الدوز عن المطلوب رح يصير أصعب حدوث الميتابوليزم، يعني كل ما أخذ دوز أكبر عن حاجته رح تصير عملية الميتابوليزم أكبر للمادة الزيادة اللي بياخدها. الفريكونسي برضو تكرار الجرعة، تكرار الجرعة من الدواء،
يعني ممكن ياخذ هلا كل دواء له مده معينه ليصير له اكسكريشن خارج الجسم، بصير ياخذ اكثر من مره قبل ما يصير اكسكريشن للجرعه الاولى، ورح يصير في تراكم دواء ممكن ادي توكسيستي. هيك بنكون خلصنا البروسيس الثالثة من فارماكوكاينتكس، وبيضل عندنا اخر بروسيس اللي هي هلا حكينا صار ميتابوليزم بدها تصير لها اكسكريشن اليمينيشن. اليمينيشن حكينا بندرج تحت الاكسكريشن والميتابوليزم. الميتابوليزم والاكسكريشن بالنسبه لل اكسكريشن اللي هي بروسيس باي ويتش ا دراج اور اتس ميتابوليزم ار اليمينيتد فروم ذا بودي، حكينا ممكن عن طريق الاليمينيشن لبعض المواد يصير في اكسكريشن. تمام. هلا بالنسبه لل اكسكريشن ميجر سايت اللي هي الكدني most drug بصير لها excretion عبر الكدني، وبعض منها عن طريق الليفر. تمام. هلا الميتابولايتس اللي طلعت من الليفر او من الميتابوليزم من عمليات الايض اللي صارت whatever وين صارت يعني intestine lung كل الاماكن اللي حكينا عنها رح يتخلص منها الجسم عن طريق الكدني وعن طريق الليفر. هلا شو هي الفانكشن للكدني؟ كيف الفانكشن للكدني بتاثر على عمليه الاليمينيشن التخلص او الاكسكريشن من الدراج؟ هلا كل ما كانت الكدني تمام ووظائفها تمام وعمليه الرشح فيها بتكون تمام وكل ما فيها اي خلل يعني رح تصير عمليه الاكسكريشن بكل سهوله وبافكتيف وبدون ما يضل اي كميه من الميتابولايت داخل الجسم. بس اذا كان فيها ويكنس او خلل رح تصير يعني رح تكون اضعف في عمليه الاكسكريشن والتخلص من الميتابولايت. بالتالي بدنا انه الكيدني فانكشن من التستس المهمه لبعض الادويه اللي بترشح عن طريق الكيدني. يعني في بعض الأدوية بيعملوا لهم كيدني تيست أو الليفر تيست لبعض الأدوية حسب من وين هي بصير لها اكسكريشن إليمينيشن. هلأ مرات بعض الأشخاص بيضطروا مثل ما حكينا أنهم ياخدوا نوع من الأدوية بصير له اكسكريشن مثلا عن طريق الكيدني، هو عنده أصلا ويكنس بالكيدني. شو الحل؟ رح ياخد جرعات أقل كمية أقل عشان الجسم يعمل إليمينيشن قدر المستطاع. تمام. هاي الرسمة هون بفرجونا الكبسول هومن كبسول اللي بترشح فيها غالبا المواد الحجمها صغير. حكينا انها بومن كابسول تحدث فيها عملية فلتريشن اللي هي هون نحكي أول ميثود من الإكسكريشن اللي هي فلتريشن، تصير فلتريشن بالبومن كابسول ترشح فيها المواد اللي حجمها صغير small inside ولو molecular weight عشان هيك بترشح بسهولة منها لأنها حجمها صغير والmolecular weight إلها قليل. بعد هيك بصير لها passage للتيوبيول لديفرنت تيوبيول بعد ما يصير لها filtration وبتروح على اليورين وبصير لها excretion عن طريق اليوريثرا. تمام. هلا هون هاي الرسمة بتوضح لنا الأوعية الدموية اللي بتكون محيطة بالتيوبيولز واللي هي بتمثل عنا هون التيوبولار سكريشن. تاني ميثود من الاكسكريشن، الاكسكريشن يعني ما بصير عبر الفلتريشن يعني ما بصير عبر التيوبولار سكريشن. التيوبولار سكريشن اللي هم هدول التيوب يكون سراوندين بالفيتلز. هاي الفيتلز بيكون فيها الدراجز والسبستنس اللي بنصير لها اكسكريشن عن طريق الكدني،
وبسهولة بترشح بصير لها excretion من التيوبيول وبتطلع مع اليورسترا في اليورين. تمام، هون رح نحكي عن البنسلين. البنسلين يعتبر انتي مايكروبيال ايجنت، بينعطى كعلاج الانفكشن، بس ممكن البنسلين يكون له سايد افكت عند بعض الاشخاص. فشو ممكن يكون الحل؟ ممكن مثل ما حكينا احنا بدنا ثيرابيوتيك افكت تبعته، يعني الشخص بحاجه لها، بس برضه هو بيعطي سايد افكت. ممكن انه يقلل الجرعه، بس المشكله في تقليل الجرعه انه بتقدر البكتيريا مع تقليل الجرعه تهت ذا بنسلين، بتقدر انها تتكاثر وتنمو، وراح يصير اشي عندنا اسمه ريزيستنس. So we have to يا اما change the drug، او نقدر حكينا انه نغير نقلل الكمية، بس the therapeutic effect بصير قليل. واخر شيء صاروا يستخدموا ال هذا الدواء بيستخدم مع البنسلين بيقلل من السايد افكت اللي بيعملها البنسلين مع المحافظه على نفس الثيرابيوتيك افكت، يعني بيعطيني الثيرابيوتيك افكت اللي انا بدي اياه المطلوب، وبيقلل من السايد افكت اللي بيعملها. هلا هون بدنا نعرف كيف نحسب الريت اوف اكسكريشن. هلا نحن حكينا انها الفارماكوكاينتكس ماثيماتيكالز، واخذنا اكثر من اكويجن بالديستريبيوشن، وعرفنا كيف نحسب الفوليوم ديستريبيوشن. هلا هون رح نعرف كيف نحسب الريت اوف اكسكريشن. رح نحسبه بمعادله تعرف بالكي كي اي، اللي هي كيدني اليمينيشن. هاي المعادلة الكيدني إليمينيشن، الإكويجن تبعتها الكليرانس ملي بير مينت، وال أبيرانت فوليوم ديستريبيوشن. أخذناها بالديستريبيوشن اللي بتحسب الفوليوم ديستريبيوشن، وأخذنا شو الفاكتورز اللي بتأثر على الفوليوم ديستريبيوشن، وحكينا إنه الليبيد سوليوبيليتي كل ما كانت أعلى كل ما كان الفوليوم ديستريبيوشن اعلى. وهون كتير مهم الانتباه برضو للوحدات. هلا بالنسبه لليونت للكي اليمينيشن اللي هي 1 بير مينت، الكي اليمينيشن نقدر نحسبها بقانون تاني واللي هو ثابت، هاد كونستانت اللي هي 693 بالالف، بس هاد نقدر انه نقربه وتصير 0.7 للتسهيل. تقسيم التي هاف لايف، شو هي تي هاف لايف؟ اللي هي البيولوجيكال هاف لايف، اللي هي حكيناها اول فيديو، كان تعريفها اللي هي الوقت اللي بيحتاج الدواء ليوصل تركيزه في البلد للنصف. تمام، واليونت تبعتها هي المينت. تي هاف لايف نقدر نحسبها بسهولة لما يكون عنا لما يكون عنا كي إليمينيشن، هاد كي إليمينيشن، هاد قانون كي إليمينيشن. أيوة نفسها، لما تكون عنا كي إليمينيشن موجودة بقدر أحسب التي هاف لايف بسهولة عن طريق الكونستانت اللي أخذناه فوق اللي هو 0.7 ضرب الكي إليمينيشن، بقدر أوصل للتي هاف لايف للدرج. تمام، هذا الفيجر عم بوضح لنا الروت اوف ادمنستريشن اللي هي IV IM
والأورالي، بوضح لنا تركيز الدراج بالبلد بالنسبة مع التايم. التايم اللي يعني هلا مثلا هون الاي ام، تمام، اعطينا انجكشن اي ام. بالنسبة الوقت تركيز الدراج مع مرور الوقت، هلا بداية رح يكون هو التايم زيرو، التركيز ما بيكون لسه الدرج واصل للبلاد مثل ما حكينا ولا واصل للبلازما بروتين، ببلش تدريجيا ترتفع تركيزها بالدم، وهي هاي بتكون وهي عم بتصير عملية الابسوربشن والديستريبيوشن، بيكون في انكريز للدرج ان بلاد كونسنتريشن. بعد هيك بيوصل للماكسيموم، ماكسيموم كونسنتريشن، وغالبا هون بيصير ثيرابيوتيك ليفل، هون بيكون هاد تحت الكيرف، هاد الاي ام بيكون ثيرابيوتيك ليفل وال ديزايرد افكت عم بيصير. بعد هيك بيصير في ديكريز الكونسنتريشن في دراج، هون عم بتصير عملية الإليمينيشن إكسكريشن. هاد بالنسبة للآي أم. والأوريلي نفس الشيء، بس شو الاختلاف بين الأوريلي والآي أم؟ عم نلاحظ هون إنه التايم بالنسبة لهون مثلا، هون من نحكي هون كان الوقت 3 minutes، هون الوقت 10 minutes تقريبا. يعني الفرق ببداية ارتفاع الكونسنتريشن، سرعة وصوله للبلاد، سرعة وصوله للبلاد. الاي ام اسرع من الاورالي، يعني اسرع شيء هي الاي بي هلا بنحكي عنها، بعد هيك بتيجي الاي ام، اخر اشي بتيجي الاورالي. الاورال بتكون ابطا اشي بالوصول، بتحتاج وقت اطول. الاي ام اسرع وبتعطي ثيرابيوتيك ليفل اعلى شوي من الاورالي، لان الاورالي غالبا بتضيع كميه من الدراج بالجي اي سيستم. هلا هون الاورالي نفس الشيء عم بتمر بالديستريبيوشن بالابسوربشن، بعد هيك بتوصل للديزايرد افكت، وبعدين بيصير التخلص من الدراج بعمليه الاليمينيشن اكسكريشن. بالنسبة للآي في، الآي في الكونسنتريشن بالبلاد للدرج عند تايم زيرو عم بتكون عالية كتير. ليه؟ لأنه آي في اللي هي انترافينوس، عم نحكي إنه نحن منحط الدرج دايركت بالبلاد، بالتالي البيو افايلابيليتي إلها 100%، ما في ضياع على كمية الدرج أبداً، يعني غالبا بتكون دائما 100%. ممكن تكون اقل متى؟ لما تكون في مشكله بارتباط الدرج ببلازما الدم، وما يعني نادرا تصير هاي الحاله. هلا هون تدريجيا عم بينزل التركيز، تركيز الدرج بصير له elimination بعد ما يصير هون هاد تحت الكير، كل هاد therapeutic effect. تمام، هون هذا الكير برضو عم بيفرجينا هون مثال. لو ناخد مثال انه اعطينا مريض 100 ميلي جرام من دواء معين، كان تركيز هون تركيزه بالبلاد، هذا الكير مثلنا اي في، تركيزه هون معناته concentration at time zero كان 100%، أكيد هون 100%. هون عم بفرجينا تي هاف لايف، تركيزه بعد تركيزه وصل للنص بعد مرور وقت معين. هون وصل للنص، تركيزه للنصف بعد ثلاث أور، يعني بعد ثلاث ساعات صار تركيزه 100 ميلي جرام لخمسين ميلي جرام بعد ثلاث ساعات. هون بعد ست ساعات وصل للربع اللي هي 25 ميلي جرام، وهون آخر شيء عم بيوصل
12.5 ملي جرام. حتى لو وصل 12.5 ملي جرام ممكن يكون التريجليس عم يحدث عم بيعطينا therapeutic effect. هذا بيختلف من دواء لدواء، يعني ممكن دواء وهو بهذا التركيز يضل عم يعطينا therapeutic effect، ممكن دواء تاني لا، بيعتمد هاد على الدواء نفسه. هون عم نسأل حالنا، طيب كيف أنا بعرف إنها هاي الكمية من الدواء الدوز ممكن إنها فعلا تحدث لي الـ desired effect المطلوب اللي أنا بدي إياه، وتوصل بالوقت اللي أنا بدي إياه بحاجته بالضبط؟ يعني هاد كل هذا الوقت وكل هاي الدوز والمحددين وهاي الشغلات شو اللي يعني كيف عرفناها؟ أكيد عرفناها من هذا البروسيس، هاي كلها اللي كنا عم ندرس فيها واللي هي equations of pharmacokinetics، لأنها بتسمح لنا نعرف how much of a drug should be given in order to have a proper concentration at site of action based on equation of pharmacokinetics. At site of action نعرف بالضبط انها رح توصل للسايت اوف اكشن كمية الدوز هاي المناسبة بدون ما تضيع منها اي كمية تانية، او انها طولة تحدث لي desired effect، او انها تحدث لي toxic effect و side effect. هاد كل ياتو بنقدر ان نوصل له عن طريق equations of pharmacokinetics، وغالبا بتعطينا how usually kept with the therapeutic level، كم المدة اللي بتضلها. مثل ما حكينا هون بعض الأدوية ممكن يضل في therapeutic effect وهي تركيزها 12.5، بعضها لا، بعضها لما يوصل تركيزها للنص النصف رح يبطل في عندي therapeutic effect. هذا كله ياتو بتجاوبنا عليه equations of pharmacokinetics. هون في شغلة ما حكيناها بس هون، تمام، هون إذا ارتفع تركيز الدرج بالبلد أكثر من هذا الرينج، من الرينج اللي بيصير فيه therapeutic effect، رح يصير عندي التوكسيسيتي. بالتالي أنا هون بقلل degrees dose، بقلل الجرعة عشان ما أوصل للتوكسيسيتي. في حال قلت الدوز ما رح يصير عندي therapeutic effect، قلت عن هذا الليفل ورح يكون الدرج ineffective. بالتالي أنا هون المفروض مني إني أزيد الدوز to increase dose. طيب لا يعتبر المونيتر مونيتورينج الدرج very important، يعني بروسيجر كتير مهم. ليه؟ لأنه بيقدر يحدد لي هل فعلا الرينج من الدوز هاي effective ولا لا. يعني المونيتورينج مثلا لشخص ياخد منظم سكري عنده البلد شوجر بيرتفع، تمام؟ الدواء الموصوف نوصف إله رح يبلش أول شيء يعطوه جرعات مختلفة لحد ويضلهم يمشينوا على مونيتورينج عشان يشوفوا أي جرعة تعطي الثيرابيوتيك إفكت المطلوب. هون رح بنحكي عن steady state level، بيصير عنا بالchronic administration of drug. أي دواء يتم إعطاؤه أورالي بمر بكل العمليات اللي حكينا بمر فيها أي دق داخل الجسم، بس يوصل للسب ثيرابيوتيك ليفل بتم مثلا بتم إعطاء جرعة أخرى من نفس الدرج نفس الدواء، وهذا ممكن يسبب عنا accumulation of drug ووصول ل steady state level plateau. هذا plateau متى نوصل؟ مثلا هون أعطوا أول جرعة من الدرج وصل وأحدث therapeutic effect، وصل للديزايات هون لأعلى تركيز بالبلد. قبل ما يصير اللود execution راح أعطوا كمان جرعة من نفس نوع الدرج، وبرضه هون نفس الشيء وهون نفس الشيء، ضلهم يعطوا نفس نوعية الدرج
وصار فيه يعني هون ما صار فيه اكسكريشن للدك، هاد بحسبه عندي هون ما صار اكسكريشن ولا هون ولا هون، بالتالي يصير فيه اكيوميشن للدرج واللي بيسبب توكسيسيتي. هلا بعد ما نوصل للبلاتو الدرج كيب كونستانت ويذ كرونيك ادمنستريشن، بضل نفس التركيز وما بيرتفع حتى لو ضليت تعطي كمان دوز. شو ما اعطينا بعد البلاتو ما رح يرتفع الكونسنتريشن بالبلد. متى بيوصل للبلاتو؟ يوصل للبلاتو غالبا يعني دائما نقدر نحسب متى ممكن يوصل عن طريق 5 مالتيبل هاف لايف تي هاف لايف. تي هاف لايف لأي دواء؟ مثلا عندنا تي هاف لايف لدواء معين 3 ضرب 5 يعني 15، بعد 15 حسب شو بيعطينا تي هاف لايف إلها وحدة، ممكن تكون مينت ممكن تكون هاور. هلا هون نحكي 3 أور، 3 ضرب 5 يعني بصير عندنا بعد 15 أور بيوصل عنا الدرج للبلاتو، نفس الدرج تمام. هلا بالنسبه لللودينج دوز، اللودينج دوز هو عباره عن اعطاء جرعه عاليه جدا بدائيه بتكون من دواء معين حسب الدواء، يعني بتكون هاي بحالات معينه بكورسات معينه بينعطى فيري هاي دوز، بتكون كتير كبيرة الجرعة تنعطى لغايات معينة حكينا، وغالبا بتم بالمستشفى هذا الاشي، يعني بتكون للأدوية اللي بتكون تي هاف لايف إلها كتير طويلة. مثلا تي هاف لايف لدواء معين بتكون 1 ويك، يعني بحاجة لفايف ويك عشان نوصل للبلاتو. هم بيعطوه جرعة أولية بتكون عالية جدا عشان يوصلوا للبلاتو في أسرع وقت ممكن. حكينا الأدوية بتكون هاي علاجية بطريقة معينة، بعدين بيصيروا يقللوا بالجرعة ويعطوه جرعة معينة، جرعة معينة منتظمة يعني بتكون قليلة. برضو ممكن يدخل بالبلاتو فيز في حالة increase dose by mistake أو decrease، يصير ديكريز بلاتو في حال نسي الشخص انه ياخد الدواء تبعه لفترة طويلة. هلأ هون حنحكي عن بعض التيرمز اللي بتهمنا كتير في الفارما، اللي هي الانديكيشن. الانديكيشن clinical use of drug، مثلا دواء معين وصفناه لعلاج الهايبرتنشن، يعني السبب في وصف الدواء واخذ هذا العلاج اللي هو management of hypertension، يعني indication ليش ناخذ هذا الدواء، سبب انه السبب في علاج لايش. او مثلا حكينا احنا ممكن يكون treat، ممكن prevent، ممكن يكون treat و prevent و control. هلا بالنسبه لل contraindication، هذا المصطلح نعطيه لما تكون بعض الأوضاع situation when not to use drug، عدم استخدام هذا الدواء. مثلا مريض عنده حساسية من البنسلين، ما رح استخدم البنسلين، فنحن بنحكي penicillin is contraindication to be given، مش لازم انه نعطيه لهذا المريض. drug tolerance اللي هي decrease response after repeated dose، يعني من جرعات متكررة الريسبونس بتقل، هذا هو التوليرانس. مثل الادكشن الادمان. هلا اذا صار عندنا التوليرانس من لدواء معين رح تصير الاستجابة قليلة حكينا، بالتالي رح تصير المانيفستيشن تزيد، يبطل الدرج افكتيف في انه تريليز سيمتوم، وبالتالي المفروض انه نزيد الجرعة من الدواء عشان نحصل على نفس الريسبونس. هلا الريسبونس او التوليرانس
رح يصير عنا ممكن بيختلف حسب الدواء، ممكن تصير بعد أسابيع، بعد أشهر، بعد استخدامه لسنوات. هذا بيعتمد على الدواء نفسه، استجابة المريض طبعا وكمية الدواء. هلا الهرمون بيصير عنا تاكيفلاكسيس اللي هي rapidly developing tolerance. حكينا tolerance اللي قد الاستجابة، بيصير عند المريض tolerance بشكل سريع، يعني ممكن بعد استخدام الدواء بمدة كتير قليلة يصير عندنا tolerance، انخفاض مفاجئ، انخفاض حاد ومفاجئ في الاستجابة للدواء، وبداية سريعة وقصيرة لتحمل الدواء بعد جرعة أولية ممكن تصير، أو سلسلة من الجرعات القليلة. هذا المصطلح نطلقه في هاي الحالة تاكيفلاكسيا. هلا بالنسبة للدرج انتراكشن، درج انتراكشن حكينا عنه الدرج درج انتراكشن قبل. هلا هون رح ناخده بالتفصيل، اللي هي the effect of one drug to another، تأثير الدواء واحد من الأدوية على الثاني لما نعطيهم مع بعض ميكس. ممكن يجي في أكثر من حالة، ممكن decrease or increase الابسوربشن للدواء الثاني، الأول بيزيد الابسوربشن للثاني أو الثاني بيزيد الابسوربشن للأول. هون كمان increase or decrease protein binding أو increase or decrease metabolism والexcretion والtoxicity والbinding to receptor. ممكن يعني كل هاي الحالات ممكن تيجي أكثر من واحدة مع بعض، يعني ممكن أول يأثر على الثاني بأكثر من واحدة، ممكن واحدة لحال. بهاي الحالة لازم نكون كتير منتبهين، very careful when comparing a drug. لازم نكون نعرف what sort of interaction of one drug to another، لأنها ممكن في بعض الحالات الانتراكشن يؤدي للدي. هاي القاعدة بتحكي لنا إنه one drug is better than two drug، two drug are better than three drug and so on. يعني استخدام دواء واحد في العلاج أحسن من استخدام combine دوائين مع بعض. استخدام دوائين بضل أحسن من استخدام ثلاث أدوية. ليش؟ كل ما قل استخدام الأدوية إنه يكون أكثر من واحد رح تقل الانتراكشن، بالتالي رح تقل السايد إفكت، رح تقل المخاطر اللي ممكن تنتج عن دمج الأدوية. وأفضل إشي مانجمنت without drug إن أمكن، يعني لأنها بتضل مواد كيميائية وإلا ما يضل لها تأثير على الجسم. هلأ هون بحكي لنا السايد إفكت and drug toxicity اللي يعبر عنها بهاي المصطلحات كلها، اللي unwanted untoward undesirable adverse effect or reaction to a given drug للدواء اللي نحنا مناخده. هلا هون بالايديوسينكراسي عم بيحكي لنا انه abnormal genetically reaction to a given drug. هلا نحن حكينا باخر branches of pharmacology كانت الفارماكوجينيتيك، اللي هي بيكون فيها genetically التعامل او response للدواء بيكون بيعتمد على الجينيتيك لكل شخص. بالتالي هون بيكون الرياكشن abnormal، بيرجع للجينيتيك لكل شخص للدواء اللي بنعطيه، يعني بيختلف حسب جسم كل انسان، بالتالي بيعطي هذا المصطلح. هلا في ناس كتير عندهم امراض اكثر من مرض، بالتالي بياخذوا ادويه كثير، بيكون ضروري كثير انه ياخذوا كومباين ادويه. يعني في ناس بيوصل للتسع ادويه باليوم، طبعا هون بيكونوا يعني مضطرين لياخذوهم، بالتالي ما في حل غير انه
قدر الإمكان يحاولوا يتجنبوا الأعراض الجانبية من الانتراكشن. والهون عم نحكي هون ممكن نحكي عن الحساسية اللي بتصير في بعض أجسام الناس، بالتالي الجينيتيكلي ريسبونس للدواء بتكون مختلفة. مثلا نحكي عنده تحسس من هذا الدواء، بكون طبيعة جسمه تتعامل مع الدواء بطريقة abnormal.